مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الشوط الثاني للصعاب، هذا هو الشوط الجعدان. نسير مع البدايه ونسير مع مقدمه هذا الشوط على البدايه. شاهين ايضا، شاهين وشاهين، هنا شاهين على المركز الاول، سالم بن محمد بن حنونه الجنيبي، والمركز الثاني ايضا شاهين حمدان بن ناصر الجنيبي يتواجد مع المركز الثاني والمركز الثالث، وصل مشكور سلطان بن راشد بن علي المخيب يتواجد مع المركز الثالث هناك سراب صالح بن خميس البطيني، ولكن العودة مع شاهين، مع اندفاع شاهين المملوك لسالم بن محمد بن حنونة الجنيبي مع المقدمة. راح بالناموس، راح بالصدارة الأولى، اندفع اندفاعة الفوز والناموس. هنا سالم بن محمد بن حنونة الجنيبي يريد الخنجر، خلاص قفل على الشوط، قفل على الشوط، وهنا احكم الغبضة، احكم الغبضة على الخنجر. تهانينا الى سالم بن حنونة الجنيبي. الله الله بعد المسافة، بعد خلاص السلام والزعفران والخنجر مع بن حنونة، مع بن حنونة. تهانينا والناموس. هذه لحظات وصول شاهين بالمركز الاول، المركز الثاني شاهين حمدان بن ناصر الجنيبي، والمركز الثالث مشكور سلطان بن راشد بن علي المخيبي. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن حنون الجنيبي على فوز شاهين بالمركز الاول. سجل دقيقة و52 ثانية.